بتعرف؟ أنا كنت هنيك لما رضوان أنقذها للارا. شفتوا قديش تغير اتجاهها وحتى عصب عليها وصار يعيط عليها وينصحها. طبعاً كل هالشي دليل كبير إنه مهتم كتير بإختي لارا. عن جد رضوان عم يهتم بلارا ويمكن بيحبها كمان. بحبها؟ إيه بيحبها، بس يمكن رضوان نفسه ما بيعرف إنه بيحبها للارا. لازم نخليه يعترف بحبه لإلها، وزواجهم يلي كان مزيف هلأ يمكن يتحول لزواج حقيقي.